فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان عنده شيء من آنية الذهب والفضة ثم علم بالحكم، فما الطريقة الشرعية للتخلص منها؟ سهل، يروح للصاغة ويخلصون الذهب، يأخذون الذهب من الإناء ويصبح مجردا من الذهب. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يجوز له أن يبيعها على الكفار؟ لا لا لا، لا يبيعها ولا يأكل ثمنها، لكن مثل ما ذكرنا لكم يذهب إلى الصاغة ويخلصونها من الذهب. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.